الموضوع برضو من الجانب الاخر برضو يا عبد الحكيم، خلينا نبص له من ان في 17 نادي تاني. هل برضو ده هيودينا لنفس الكلام اللي بيقوله عويس ان هو النادي الاهلي هو اللي بياع؟ ما هو يا جماعه ما تتكلموا على ال 17 نادي التانيين، هو ما فيش غير النادي الاهلي بس اللي بتقدروا تتكلموا عنه؟ لا طبعا مش هيتكلموا. ليه؟ لان في ناس معينه بتطلع بانتماءاتها. بس انا قبل ما اجاوب حضرتك على السؤال ده لو تسمح لي، طبعا. المشكله اللي احنا فيها دلوقتي بيبقى سببها عدم القدره على الوصول للمعلومه مش من المصدر، الشخص نفسه مش عايز يتعب نفسه. يعني حضرتك قاعد في برنامج فريق الاعداد بتاعك مش عايز يتعب نفسه، كان زمان كان ما لحقتش الفتره دي، كان زمان زملاء الصحفيين او اساتذتنا لازم يروح النادي عشان يقابل المصدر او يكلمه او ياخد منه معلومه عشان يكتب. عشان كده كنت نادرا ما تلاقي كلمه ينفي او نفى او تلاقي معلومه غلط. دلوقتي مع كل وسائل التواصل الاجتماعي الجديده والتليفونات والواتساب والاس ام اس كل ده، وتلاقي واحد يعني وقع اول امبارح واعذرني فيها يا كابتن، قال لك ان اجايع اعترض على كابتن سيد عبد الحفيظ. مين اللي قال؟ حد قال يعني. حد قال اجايع اعترض على كابتن سيد عبد الحفيظ وشدوا مع بعض، والكابتن سيد عبد الحفيظ وقع عقوبه على اجايع ده. وعشان بس ما تقولوش ان الفريق اجازه 3 ايام، ده في التمرين الاخير قبل ما الفريق ياخد اجازه 3 ايام عشان بس يثبت المصداقيه. طيب حضرتك المعد او ايا كان الزميل اللي جاب لك المعلومه، 35 لاعب في الفريق، 15 واحد اداري، 10 جهاز فني، ما عندكش من ال 60 واحد دول مصدر يقول لك ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ما جاش اليوم ده؟ ما كانش موجود اصلا. ما كانش موجود. طيب وقع تاني ما كانش موجود فعلا؟ ما كانش موجود اصلا. التمرين الاجازة الاخير ما كانش، التمرين الاخير قبل كان عنده اجتماعات، يعني مش ما كانش موجود لسبب، ولكن كان عنده اجتماعات. كان عنده اجتماعات مع الكابتن خطيب ولكن التخطيط. طيب وقع تاني النهارده، قال لك ان الكابتن خطيب اجتمع مع موسيماني عشان يعملوا موضوع العقد. طيب برضه نفس الموضوع، حضرتك ما عندكش اي وسيله تواصل لتوصل للمعلومه ان الكابتن خطيب ما جاش النادي اصلا. ما راحش النادي اصلا عشان يشوف، لازم موسيماني بيهدد انه هيمشي فقعدوا معاه يحلوا الموضوع. فهي غياب المعلومه. فيما يخص الموضوع الثاني يا كابتن اللي حضرتك قلت لي عليه اللي هو 17 نادي. طيب هو الناس كانت فين لما في لعيب معين ساب معسكر في برج العرب وباعتراف المدير الفني؟ محدش ولا برنامج يا كابتن او اي وسيله اعلاميه جاب سيره الموضوع. ايوه كانوا فين لما حارس مرمى ساب معسكر في السويس قبل ماتش ليله ماتش عشان طلع من التشكيل؟ برضه مفيش حد. تعاقدات الانديه كلها مش هتلاقيها، مش هتلاقي حد موجود، لا اشاعات ولا غير اشاعات ولا اي حاجه خالص. 8 لاعبين في احد الفرق عقدهم هيخلص السنه اللي جايه، واحنا تركيزنا مع مين؟ مع علي معلول. علي معلول عايز 1,700,000، 1,800,000، 2 مليون يورو. طب علي معلول جدد او مدد عقده؟ على فكره بالمناسبه مفيش مشكله ان الناس كلها تتفاوض يا استاذ محمد. طبعا. يعني مفيش مشكله ان انا اقول ان انا عايز 10 جنيه، ده مش معناه ان انا ما بحبش النادي الاهلي، لا بالعكس، ما انا ممكن في الاخر هنتفاوض مع بعض. ده مش معناه انك هتاخد 10 جنيه. علي يعني مش ده اللي بيحصل دلوقتي. وده مش معناه انك هتاخد 10 جنيه برضه. وده مش معناه ان انت هتاخد، ده تفاوض يا جماعه. انا بتكلم على ده شغل وده شغل. طبعا ده شغل. لاعب المحترف ده شغل. حتى لو علي معلول بيحب النادي الاهلي، بس في الاول وفي الاخر ده اكل عيشه. وبعد له بعد 3 سنين، بعد 4 سنين، بعد 5 سنين هيعتزل، فطبيعي انه يبص للموضوع ده. بس هي النقطه في ايه؟ ان انت عندك في 8 لعيبه في نادي واحد عقدهم هيخلص مع علي معلول وعمرو السولية وصلاح محسن. ما حدش جاب سيرته. وثمان لعيبه منهم 4 انا وجهه نظري من اهم 4 لعيبه في الدوري المصري. ولا حد اتكلم ان عقدهم هيخلص. علي معلول عايز 1,700,000. طب عقد علي معلول والله العظيم الارقام اللي كان بيتكلم فيها اللاعب وكيله نفسه وصلت 1,400,000 او 1,300,000. والموضوع خلص وانتهى. بس هي دي كلها التركيز مع الاهلي، مش عشان بياع. في ناس لها اهداف، في ناس لها انتماءات، في ناس لها طبعا بياع دي نقطه مهمه جدا، بس الجانب دي الانتماءات والاهداف وحاجات ثانيه كتير.